هنعمل مع بعض نوت بوك خطوة بخطوة. طبعنا ورقة سبليميشن وهنكبسها على الورق الفوتو بيبر اللي بيقبل الطباعة السبليميشن. ده ورق 400 جرام وجلوسي وبيقبل الطباعة بالمكبس الحراري. زي ما احنا شايفين اتطبعت معايا والألوان روعة. هنقص الورقة على كتر بلوتر سكاي كات. زي ما احنا قلنا الورقة 400 جرام، يعني القطر قدر يقص معانا الورقة 400 جرام، وكمان بكاميرا فبيقرأ الطباعة اوتوماتيك. زي ما احنا شايفين بيفرغ الدوائر الصغيرة قوي بمنتهى الدقة، وبيقطع معانا الرسمة على الاوتلاين بتاع الرسمة بتاعتنا بالظبط. دلوقتي احنا هنقطع كمان الورق اللي بيبقى جوه النوت بوك. احنا هنا قلنا نجرب وحطينا اكتر من ورقة A4 فوق بعض، حوالي 4 ورقات تقريبا علشان نختصر بدل ما نعمل ورقة ورقة. وبصراحة القطر قطع معانا وكان الاداء ممتاز. زي ما احنا شايفين النوت بوك اتقطع اهو، او الكفر يعني بتاعه، وده الورق اللي اتقطع بنفس الشكل. نقدر ننفذه طبعا بأي شكل وأي تصميم وأي شخصية، أي لوجو شركة. ستارت برينت، ابدأ طباعة.